السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم وعليكم الله. السلام. حياكم الله في لقاء جديد مع مفاتيح النجاح، مع صفاء قصيني اللي هي أنا، ومع المهندسة حنان عواد. لقاءنا الثالث بيتجدد معاكم في برنامج اخترنا إنه يكون 6 حلقات متواصلة كل أسبوع، يأتيكم كل خميس، each other Thursday، خميس أو خميس لا. البرنامج قائم على فكرة إنه إحنا نعطيكم مفاتيح للنجاح في مهاراتكم الحياتية، لكن مركزين في 6 حلقات الأولى حول مهارة التخطيط. فقبل ما نبدأ حنان، كنت حابة بس أوضح لبعض المشاهدين، الناس اللي كانوا يتابعونا، إنه كان في عنا كتير تساؤلات أجت بعد الحلقة الأولى والحلقة الثانية، إنه بقولوا إنكم أنتوا تشعبتوا كتير في موضوع التخطيط والأهداف وبتحكوا بنفس الموضوع. هلأ إحنا ما بنحكي عادي بنفس الموضوع، إحنا من بداية البرنامج قلنا لكم إنها هي مهارات النجاح، ولكن الهدف في نهاية الست سيشنز إن نوصل لخطة. الخطة ما رح نقدر نوصل عليها. أستاذة حنان عندها وجهة نظر إنه ما بيصير إحنا نفذ للخطة من أول حلقة أو من أول لقاء، نحتاج أول إشي لوضع الخطة لبناء وصقل مهارات أخرى تساعد على وضع الخطة. أيوة، خطوات ثانية. أيوة، فكتير يا حنان كانوا البنات بتسألوا، بقولوا إنه حكيتوا كتير في التخطيط وفي التخطيط، وفي الأخير طلعنا من الحلقة الأولى ومن الحلقة الثانية بدون خطة. إيش بتحبي تقولي لهم حنان غير اللي أنا حكيته؟ في ناس كتير بتحاول تعمل خطط وتمسك الورقة والقلم وتعمل الأهداف بتاعتها، وبعد فترة تقول أنا حطيت الخطة ومعرفتش أنفذها ومعرفتش أعملها. ليه؟ لأن جودة التنفيذ من جودة الخطة اللي احنا بنحطها. ما نقدرش ننط على طول ونقول والله أنا عايز 1 2 3 4. في خطوات كتيرة قوي. المرة اللي فاتت مثلا اتكلمنا على تحديد الأولويات، ودي نقطة مهمة جدا جدا، إن إحنا يعني لما بنفشل في وضع الأمور المهمة في وضعها الصح، ولا 500 خطة هتنفع معانا. النهاردة مثلا هنتكلم على تقييم حياتنا ومعرفة أنفسنا. لما معرفش نفسي كويس، مش هعرف إيه الأهداف اللي مفروض إن أنا أحطها، ولا إيه الأمور اللي هي هتسعدني. يعني في خطوات قبل ما أحط الأهداف وأوصل إن أنا أحط الأهداف مفروض نعملها علشان تكون الخطة محكمة، وخطة مش أحطها النهاردة وبعد كده أنساها. ما احنا ليه بننسى الخطط اللي بنحطها، وليه بننسى الأهداف اللي احنا بنحطها؟ لأن ما تحطتش بالطريقة الصح، وهي خطوات هنمشي فيها ومرحلة واحدة واحدة. النهاردة مثلا على آخر الحلقة إن شاء الله هنتعلم إن احنا نحط لنفسنا ما يسمى باستراتيجيات الحياة، خطوط عريضة تمكنني من الاستفادة باللي موجود في حياتي عشان أوصل للي أنا عايز أعمله. أيوة سو حنان، للبنات اللي بيتسألوا، مرحلة واحدة واحدة، للبنات اللي بيتسألوا حول هذا الموضوع، الخطة انتوا حتحطوها ان شاء الله في الحلقات القادمة، ما بي بالحلقة الأخيرة من هذا البرنامج اللي هي الحلقة السادسة، احنا في الحلقة الثالثة، لكن احنا ما بدنا نطلعكم بس بالخطة، بدك تطلعي انت كاتبة الخطة، بدك تخططي كيف توضعي هذه الخطة. فالخطة مش انه مثلا والله تاخدي اوف ذا شيلف بلان وتطبقيها على حالك، فخطتك هذه خطة حياتك انت، فبدك تشتغلي عليها. اول شيء مثل ما قالت استاذة حنان، احنا كنا حكينا باللقاء الاول وكل لقاء قاعدين بنكرر نفس الموضوع، اهمية انك تعرفي حالك انت شو بدك. فانا ما بقدر احط لك خطة، ولا حنان بتقدر تحط لك خطة، ولا حدا اي كوتش في الدنيا ما بقدر يحط لك خطة بدون ما يفهم انت شو بدك. واحنا ما بدنا احنا نفهم شو بدك عشان احنا ما بدنا نحط لك خطة، احنا نسقل خبرتك، نعلمك كيف انت تحط خطة لنفسك.
تكلمنا عن صناعة الأهداف مثلا، تكلمنا عن تقييمك لحياتك، تكلمنا عن الأولويات. فإذا أنت ما كنت عارفة نفسك شو أولوياتك في الحياة، شو بدك شو ما بدك، فأنا ما إذا أنا ممكن أحط لك خطة أقول لك أنك بعد سنتين مثلا تكوني تطورتي أكاديميا في المجال الفلاني، خلصتي درجة معينة، بس أنت ما بدك هذا الإشي. فأنت أكتر وحدة بتعرفي شو بدك، إيش هي الأشياء اللي أنت محتاجيتها بحياتك عشان أنت تعملي لها خطة. اليوم حنان إحنا عندنا موضوع نقطة تانية مهمة يا صفاء، إن كل مرحلة يعني كل ما حياتنا بتتغير كل ما بنحتاج إن إحنا نعيد تقييم حياتنا تاني، وأحيانا بتكون الأهداف والحاجات اللي فكرنا فيها في المرحلة السابقة ما عادتش تخدمني في المرحلة اللي جاية. لو إحنا حطينا للناس وديناهم أمثلة، أنا ممكن أدي يعني أدي مثلا 50 هدف واختاروا نقوا، لما تيجي تتغير مراحل حياتك، لما تتغير ظروف حياتك، تنقلي من مكان لمكان، في ناس مثلا حياتها الزوجية بتتغير، في ناس ما كانش عندها أطفال بقى عندها أطفال، وفي ناس أطفالها كبروا وولادها كبروا وسابوها. كل ما حياتنا بتتغير لازم نقف وقفة مع نفسنا ونقيم حاجات كتيرة قوي قوي قوي، علشان كده العملية دي طويلة، لأن إحنا بنعمل خطة لكذا سنة جاية، مش والله بكرة الصبح هطبخ إيه وأعمل إيه وأكلم مين في التليفون، لأ ده موضوع أيوة أكبر بكتير. أيوة مثل ما قلتي حنان، هي عمل الخطط وصناعة الأهداف هي عملية مستمرة بتتغير بالمستجدات اللي بيصير في حياتك. فمثلا أنت كان مثلا ممكن وضعتي خطة ب 2017 أو خلينا نحكي ب 2019، ليش نبعد كتير، ب 2019-2020 كان عندنا خطط كتير إحنا لازم مثلا نخلصها ب 2020، صارت عندنا ظرف البانديميك اللي هو COVID-19، كثير ناس تغيرت خططها. هل نوقفها لنقول خطتنا وقفت؟ إذا كانت عندك المهارة الصحيحة في صناعة هذه الخطة وفي تعديل هذه الخطة، فأنت بسهولة رح تتكيفي. عملية الأدابشن مع التشينجز بتصير أسهل لما تكون عندك هذه المهارات اللي إحنا بنحكي فيها خلال الست سيشنز، الثلاثة راح والثلاثة اللي جايين. فهو في النهاية بنقول عملية مستمرة، هي سبيسيفيك إليك، خاصة فيك أنت، أنت اللي لازم تتعلمي المهارات. إحنا بنعطيك الخطوط العريضة، إحنا بنقول بنهيئك كيف تصنعي هذه الخطة. كل ما طبقتي أكثر كل ما أنت استفدتي أكثر. في عندي يعني ريكومنديشن أو يعني مقترح كثير قوي، وحابة أنه أخواتنا وأخوتنا اللي بتابعونا أنهم ينفذوه. احنا بنحضر لايفات كتير في هاي الفترة، لايف 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 كتير، احنا بنطلع لايف وبسبب انه هلأ وقت الناس كليتها قاعدة في البيوت، فأي حدا عنده علم الحمد لله الحمد لله صار عندنا كم كبير من اللايفات. فانت بتحضري اللايف وبتسمعي، هل جربتي يوم انك تعدي وتحطي ورقة وقلم مثل ما قلنا بالحلقة الأولى أستاذة حنان تجيب أجندة ونكتب أنا حضرت اليوم لايف مثلا مهارات الحياة، أنا إيش طلعت فيه من هذا اللايف؟ إذا أنت ما كتبتي الأفكار، إذا أنت ما نزلتيها، حتى مش شرط تكتبيها على ورق، ممكن تحطيها على النوتس عندك على تليفونك، ممكن تحطي هيك بس ستيكر على الثلاجة تقولي أنا اليوم تعلمت هاي الشغلة جديدة. لغاية الآن أنا يا حنان بكون مثلا بتابع لايف، بحضر لايف، قبل شوي كنت بشوف لايف لصديقة عزيزة علي ملك بتحكي إيش جديد، في شغلات مرقة علي من قبل وفي شغلات أنا جديدة علي. أيوه طبعا في شغلات مرقة علي من قبل بس نسيتها. إحنا دائما بنقول إنه المعلومات اللي عنا، إحنا ولا مرة من المرات كنا بنفاضل عليكم إنه إحنا بنعرف أكثر منكم أو إنه إحنا عنا علم أحسن من العلم اللي عندكم. العلم هلأ صار مفتوح وكل الناس صاروا educated وكل الناس بيعرفوا كيف يلقوا عن التخطيط وكيف يعرفوا عن التخطيط. فإحنا مش جايين هنا عشان نقولكم مثلا والله إحنا جايبين لكم صناعة ذرة، إحنا عارفين إنه المعلومات اللي إحنا قاعدين نطرحها معلومات منتشرة، معلومات موجودة في السوق، لكن إحنا بنحاول نعززها، إحنا بنحاول نعملها كاستمايزيشن، بنعملها عملية صقل بحيث إنها تكون متناسبة مع طبيعة المشاهدين اللي بيتعاملوا معنا. مش بس كده،
ومش بس كده، ان احنا اتفضل. نستفيد منها. يعني على سبيل المثال، المرة اللي فاتت انا اتكلمت على ان كل واحد فينا يحدد قيمه الشخصية، واديت امثلة للقيم اللي انا حددتها، واديت قائمة طويلة عريضة مليانة قيم كتير، وقلت ان احنا نحدد اهم 5 أو 6 قيم. مفروض ان بنهاية اللايف المشاهدين يكونوا مسكوا ورقة وقلم، أو زي ما أنتي قلتي خدوا على النوت وفكروا في حياتهم. أنا إيه أكبر قيمة في حياتي؟ أنا بصحى الصبح بفكر في إيه؟ أنا واحدة على سبيل المثال أهم قيمة في حياتي مثلا إن أنا أعمل توازن. في ممكن شخص آخر العمل التطوعي أو الهدوء الروحاني أو المادة مثلا، الفلوس أو الاستقرار المالي أو مثلا طاعة الخالق أو كذا أو كذا أو كذا. فمفروض بنهاية الحلقة، بنهاية النقاش، إن كل واحد يفكر في نفسه وياخد المعلومات دي ويقول آه أنا مفروض أحدد قيمي، أنا مفروض أحدد أولوياتي وأرتبهم في الترتيب الصحيح. النهاردة مثلا مفروض هنتعلم إزاي نفهم أنفسنا. فأنا مش هفهمك يعني مهما حاولت معاكي مثلا يا صفاء وقعدنا نتكلم، محدش هيفهمك قد أنتي. هتكوني فاهمة نفسك إزاي. مثلا أيوه هنقيم جودة حياتنا، النهاردة هنتكلم على إزاي نقيم جودة حياتنا. وليه بقى مهم قبل ما أنط وأروح أحط أهداف ان انا اقيم جودة حياتي؟ عشان اعرف الفجوة اللي موجودة، اعرف الجوانب المختلفة في حياتي، ايه اللي كويس فاستمر اعمل اللي انا بعمله، وايه اللي مش كويس فابتدي احط بعض الاجراءات لنفسي ان انا احسنه. بس لازم ادي لنفسي فرصة ان انا افهم واقيم جودة حياتي. ولما اقيم جودة حياتي، انا ممكن اديكي مثلا اقول لك انا مثلا اولويات حياتي الخمسة دول وبقيم حياتي فيهم. انتي اولوياتك ممكن يكونوا 5 حاجات تانيين خالص وتقيمي حياتك ايوه، هو فيهم. للاسف حنان، ايوه للاسف حنان، اللي صاير معانا بالفتره الحاليه من كثر انتشار المعلومات ومن كثر تواجد المعلومات، فصار الواحد يسمع ويصير يحكوا انا بعرف هاي الشغله صح، مبسوطه بحكياتك يا صفاء، مبسوطه بحكيات فلانه، وان شاء الله راح اطبقهم، بس دائما ان شاء الله ما بتيجي يعني. اوكي بكره، بس خليني اخلص من هالشغله. انتوا بتحكوا قاعدين من فراغ، انتوا فاضيين، ما وراكم اولاد، انا لسه بدي اولادي، بدي طبيخي، بدي دراستي، بس اخلص بس اخلص، بس اعمل بس اعمل. التسويف هذا يعني موجود عندنا كليتنا، وانا من، فاحنا بنسمع الفيديو لشخصيه معينه وبتعجبنا واحنا بنكون مستمتعين وبنبعت وبنعمل له شير على الفيسبوك، بس هل فعليا احنا بنحاول ننفذ ونطبق اللي موجود فيه؟ اذا احنا ما عملنا التنفيذ والتطبيق ما حدا رح ينفذ عنا. الشغله الثانيه المهمه جدا اللي هو السيلف ريفليكشن. السيلف ريفليكشن يعني انت، بس انا قاعد بحكي معلومه، حاولي تسقطيها على نفسك، حاولي انك تشوفي بالضبط هذا الحكي قديش بعيد عني، هذا الحكي قديش قريب مني، قديش انا. كوني صادقه، كوني اونست مع حالك. فاذا ما تقولي مثلا والله انه الحكي لانه طالع من صفاء، ايش بيعرفها صفاء في هذا الحكي، او من كوتش معين او من فلان معين. ما تشخصنوا المعلومه، اتعاملوا مع المعلومة نفسها، خذوا المعلومة نفسها أو الفكرة نفسها ودخليها على مخك وشغليها في مخك، اعملي لها ريفليكشن، فكري فيها، شوفي حالك وين من هاي المعلومة، هل ممكن تستفيدي منها أو ممكن إذا ما بدك تستفيدي ممكن ما تستفيدي منها، هل هي مهمة إلك ولا مش مهمة إلك؟ إذا كانت مهمة إلك ليش ما تبدأي التنفيذ؟ إذا أنت ما بدأتي التنفيذ ف حدا تاني اكيد انت حتكوني عايشه في دوامه حدا تاني. الناس كثير هلا حنان، خصوصا في الوقت الحالي، الناس ستريسد وديبريست ومتضايقين وكورونا وحظر وتغيرت علينا الدنيا. طب يا جماعه خذوا البوزيتيف من هذا الموضوع، البوزيتيف انه صار عندك فرصه تقعدي مع حالك اكثر، فرصه جدا تراجعي حالك طبعا، اونلاين كورسز، تطوري حالك اكثر، تتعرفي على حالك. قبل كم من يوم كان ابني عبودي عبد الرحمن بيعمل شغله، ف عشان بيحكي عن البوزيتيف امباكتس اوف كوفيد 19، قال لك انا تعرفت على حالي، انا كنت بالقبل دائما هدفي اني
انا لما اروح المدرسه اشتغل عشان مثلا التيم تبعنا ياخذ علامه، كنت مثلا اشتغل عشان انا بالكلاس يكون كذا، فكنت اشتغل بتاثير الجروب، بتاثير التيم اللي حوالي، بتاثير الكلاس. لكن لما قعدت انا في البيت صرت اشتغل ادور على عبود نفسه، قال ايش بده عبود. فانا بالحرف الواحد قال I find myself, I find how to work for myself، لانه في النهايه بيتعرف على حاله، شاف هذا الموضوع بنائمني ما بنائمني، انا كنت اعمله قبل بس لانه بيرضي ماما، هلا لا بدي افكر انا هل هو بس لانه بيرضي ماما ولا هو بياثر على حياتي. فرصه نعمل سيلف ريفليكشن، فهذه من البوزيتيف امباكتس الايجابيات. ويمكن دي الامور كل البرنامج كله متصمم على ان احنا فعلا فعلا ندي نفسنا فرصه ان احنا نفكر بعمق. يعني مثلا من ضمن الحاجات، احنا النهارده هنتكلم على تقييم جوده حياتنا. لو جينا اتكلمنا على تقييم جودة علاقاتي مثلا مع زوجي، دي فرصة رائعة دلوقتي ان احنا نفكر انا علاقتي بزوجي قد ايه، انا راضية بنسبة قد ايه عن علاقتي مع جوزي مثلا، زي مثلا علاقتي متأزمة معاه وعلاقتنا 50%. ده الوقت اللي فكر في السبب الرئيسي او الاسباب الرئيسية لتأزم علاقتنا، في ايه مشكلة بيني وبينه، في ايه المشاكل، بنتخانق على ايه، الكلام المتكرر اللي بنقوله لبعض، ايه هو محتاج، يعني محتاج مني ايه، هل انا بديله اللي هو محتاجه ده ولا لا. دي كلها امور يعني فرصة ان احنا يعني البرنامج ده يتيح لينا ان احنا نفكر في الكلام ده وفي المواضيع دي. ايوه، فبتكلم عن الجوده، ايش تعريفك مثلا على جوده موضوع معين؟ نحكي مثلا جوده العلاقه الزوجيه، ما دام ندخل في موضوع الجوده خلينا، لانه احنا اليوم حنناقش موضوع اللي هو تقييم جوده حياتنا، ورح نحكي شوي عن عجله الحياه، ورح ننهي بسوات اناليسيس. هذول الثلاث مواضيع اللي احنا حابين نحكي فيهم اليوم. ايش حنان بتحبي تحكي عن جوده الحياه العلاقه؟ جودة الحياة مفهومها يختلف من شخص لشخص، ونرجع نربطه باللي احنا قلناه المرات اللي فاتت بالأولويات. أنا مثلا لو أولوياتي أني أكون عندي حياة اجتماعية ثرية، ولسبب ما ما عنديش هذه الحياة الاجتماعية، بقى فيه جاب، بقى فيه فجوة من اللي أنا نفسي فيه ومن اللي متحقق على أرض الواقع. الفجوة دي بتؤثر على جودة حياتي، حياتي فيها حتة ناقصة. أنا مثلا جودة حياتي لا تستقيم إلا لما تكون صحتي كويسة ومتوازنة. لو أنا عندي اعتلال في صحتي ده نقص من جودة حياتي. عشان كده اللي هيحدد إذا كانت جودة حياتي عالية ولا مش عالية أولوياتي اللي أنا حددتها لنفسي. إن مثلا جودة العلاقة، مثلا في ناس بتكتفي في علاقة ما إني مثلا أقابل الناس دول مرة كل شهر مثلا، كده أنا مكتفية جدا، أنا علاقتي بأصحابي إن أنا أقابلهم مرة كل شهر أنا كده مبسوطة ومرتاحة. أنت مثلا يا صفاء، لا أنا لازم أقابل أصحابي كل أسبوع، كل شفتي؟ لو ما قابلتيش اصحابك كل يوم تحسي ان حياتك مش على درجة الجودة اللي انت نفسك فيها. انا مثلا من ضمن الحاجات، انا والله عايزة شغل ما يخلينيش ابعد كتير عن بيتي. مثلا لو شغلي واخدني قوي من بيتي كده اثر على جودة حياتي. علشان كده اللي يحدد جودة حياتنا احنا اللي نقعد نفكر. طيب حنان، عشان ما نكون احنا مثلا نضغط على نفسنا في موضوع الجودة، في ناس بتحدد جودة حياتها احيانا بمقارنتها بحياة الاخرين، شو بتحبي تقولي لهم؟ اقول لك يا ستي، المقارنة مش وحشة بس لو عملناها صح، لان اولا احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كائنات اجتماعيه وبنتعلم بالمحاكاه، احنا زي القرود بنتعلم بالمحاكاه. وعشان انا مش قرد يا حنان، انا
عشان احنا زي بس بس زي انتبهوا قالت زي ما حدا يقول احنا ما قلنا احنا قرود بالضبط. لا وما دخلناش بقى في 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 نظريات التطور اللي هي فيها لبس والكلام ده كله. لا اللي بتكلم عنه ان احنا زي ان احنا اقول لك زي الاطفال، الاطفال بيتعلموا بايه؟ بالتقليد. واحنا حتى لو احنا عندنا 50 60 70 80 سنه لسه برضو بنتعلم بالتقليد. فالمقارنه بتفتح لينا الباب ان احنا نقيم حياتنا مقارنه بحاجات تانية. انا ازاي اعرف ان ده ابيض وده اسود لما احط الاثنين جنب بعض؟ فانا مثلا شفتك اهوي مثلا يا صفاء وقلت الله صفاء لابسه شيك وحلو وجميل والكلام ده كله، انا ممكن اتعلم ايه من صديقتي؟ انا ممكن اتعلم ايه من جارتي؟ ممكن نكون انا وجارتي في نفس الدور وظروفنا شبه واحده، ولكن في حاجه في حياتها انا لمستها. طيب ممكن كويسة. احس بالغيره خليها. ممكن احس بالغيره إيجابية. احول الغيره بقى لحاجه كويسه ازاي؟ غيره ايجابيه اني اتعلم. ايوه هذا اللي بدنا نوصل له. إني أتعلم. يا جماعه في ناس ربنا حباهم بشغلات ما حبانا فيها، بس ما هذا ما بيعني انهم ما تعبوا فيها وانهم وصلتهم بسهوله. ايوه بالضبط. احنا نحاول نشوف كيف هم نمشي على خطاهم. شو الغلط انك انت ما بتقلديها؟ ومش غلط تيجي تسالي اذا شفتي مثلا انه فلان سجل في الجامعه مثلا وانت حابه تسجلي في الجامعه، ايش الغلط انك تتواصلي مع فلان وتساليه وتقولي له انت كيف سجلت في الجامعه؟ انا عندي نفس التخصص تبعك والله بواجه صعوبات. ما تعتبر غيره ولا تعتبر تقليد سلبي. هذا هو هذا البشر موجودين عشان هذه الاشياء. الشغله الثانيه في المقابل احنا عشان نحكي ونعمل عن التوازن، في المقابل اذا انت عامله شغله كويسه وشغلتك طيبه واجى حدا سالك مثلا يا صفاء من وين جبتي هاللبسة مثلا، من وين جبتي هالأغراض، من وين تعلمتي هاي الشغلة، من وين عملتي، كيف عملتي هاي الشغلة، الأصل ما نكون بخلة في هذه الأشياء. ربنا أعطاك علم علمك شغلة، ردي قولي للناس هذه الأشياء، هم ما بيقلدوكي. وبعدين ننظر لها بإيجابية، لولا إنهم شايفين أنه أنا ممتازة في هاي الشغلة وجيدة في هاي الشغلة ما بيجي بيسألوكي عشان يقلدوكي. فهم أكيد شايفينك إيش شايفينك إشي كويس عشان هيك قاعدين بيسألوك كيف عملتي هذه الشغلة. فنتطلع على الشغلة من الجهتين، مش شرط دائما إحنا اللي بنكون بنقلد. حتى لو في حدا بيقلدنا يا جماعة عادي، شوفيها إنه الناس تعمل الشغلات اللي إحنا عملناها، ما إحنا عملناها عشان نكون نموذج. فأنت نموذج ناجح، أسوة حسنة، أسوة حسنة، هذه لحالها بالنسبة لك أدفانتج، هذا بالنسبة لك هي ميزة إيجابية ولازم تكوني جدا فخورة فيها. وإنك من عند يعني إحنا شهر رمضان الفضيل، يعني بنحب نعزز القيم الإيمانية فينا والقيم الإنسانية، إنك تعززي قيمة الإيثار وقيمة التكافل الاجتماعي، إنه إحنا كليتنا دين بنساعد بعض. فاللي مرأة بتجربة جيدة حلو انه يشارك تجربته، واذا حدا ساله قال له كيف عملت هيك وكيف عملت هيك ما نبخل بالمعلومه، نقول له هذه المعلومه، لانه اول عن اخر هو حيوصل لهي المعلومه. يعني انت لو بتحتفظي فيها وتحطيها بالكمكم انت ما في حدا لا طبعا المعلومات كلها بالضبط معروفه، ما في حدا يجي يقول لي والله انا اخترعت وانا عملت وانا كذا، روحي دوري من هون ودوري من هون. راح تلقي الحياه قائمه صار لها الاف السنين، والعلوم اغلبها قائمه صار لها الاف السنين. ف اللي بيجي وبقول لي والله انا اخترعت هذه الشغله تعال فرجيني، يعني هلا بمجال الحاجه ثانيه سفر في موضوع المقارنه. انا شخصيا بحب اقارن نفسي بنفسي. يعني ايه؟ يعني بقارن انا النهارده فين ببكره مقارنه بامبارح. لو انا احسن ده معناه ان انا على الطريق الصحيح. الحاجة الثانية كمان مهم جدا جدا، ويمكن ده لما نيجي نعرف أنفسنا من ضمن الحاجات اللي تعرفنا أنفسنا، إن إحنا نفكر في موقف كنا فيه مثلا ناجحين أو في موقف كنا فيه سعداء، ونفكر يا ترى أنا في الموقف ده كنت ناجحة ليه، وامسك ورقة وقلم واكتب أنا كنت ناجحة علشان خصصت وقت كافي للعمل مثلا على هذا الأمر،
انا كنت ناجحه عشان كانت اعصابي مرتاحه، انا كنت ناجحه علشان في اشخاص معينين كانوا كانوا بحياتي موجودين في حياتي بيدعموني. او طيب انا بيحفزوكي او دلوقتي بتقري منهم، مش شرط يكونوا بيدعموكي، ممكن المنافسه تخلق جو ايجابي مثلا لانتاجك. مثلا يعني انا كنت موجوده بهذيك الفتره وكان التنافس اكثر في هذا المجال، فهذا دعاني اني اتصرف بقوه واني ابحث عن مكان اماكن القوه تبعتي، واستغليت امكانياتي وطلعت بين المنافسين او حاولت انافس بين المنافسين. ف مش غلط انك تقارني حالك في المنافسين، التنافس الحميد موجود وعادي وطبيعي ومحمود. اذا ما تنافسنا يعني بالشغلات البسيطه والشغلات الشريفه، كيف احنا بدنا نتطور؟ اكد بس برضو على شغلي يا حنان، حتى في البزنس احنا لما نعمل ستاندرد مثلا او نعمل تقييم للشركات، لما نيجي نقيم ايزو مثلا 9000 او ايزو 18000 او 45، ايوه احنا كيف بنقيمه على بنش مارك، على ستاندرد. واذا في شركات عملت اكثر بيصيروا حتى يحسنوا بالايزو على البيست براكتسز، بيصيروا يحسنوا فيه، فمعناته هم قاعدين بيقلدوا الاجود. فاحنا بنشوف شو الاجود، بس التقليد الحميد، احنا بنشوف شو هو الجيد الموجود في السوق، وهذا الجيد بنعمله ستاندرد لنا وبنمشي عليه وبنعمل له بنش ماركينج. بنحاول في اي شيء بنحاول نعمل بنش ماركينج، بنقارن حالنا في منافسينا على مستوى البزنس، فمش خطا برضو انا في مستوى الحياه العاديه برضو على المستوى الشخصي. في كمان ان احنا نحدد مجموعه من الاشخاص اللي احنا معجبين بيها، ايوه، او ان احنا شايفين ان عندهم ميزه معينه، ونبتدي نحلل الناجحين دول. وهتلاقوا ده حتى ترند في كل كتب النجاح وكل الكتب اللي مالية السوق والكلام ده كله. بتستند على ايه؟ بتستند يقولك الكاتب انا عملت 160 لقاء مثلا مع السي اي اوز في الشركات الكبيرة، وخد الحوارات دي كلها وعملها في ثيمز وعملها في كتاب واستفاد من تجاربهم. بالظبط كده. فانا ممكن احدد بيني وبين نفسي، وده فعلا اكسرسايز ويا ريت تعملوه، حددوا بينكم وبين نفسكم 3 اشخاص 5 اشخاص بتحبوهم او ما بتحبهمش، مش مهم، ولكن ان فيهم حاجات بتعجبني وفيهم مهارات معينه كويسه، ونكتب القائمة بالأمور دي اللي عند الأشخاص دول. أنا في سيدة كانت مرة بعتت لي رسالة، ويمكن حتى عملت عنها فيديو، كتبت لي على علاقتها المضطربة بينها وبين جوزها، إن البيت مش نظيف، إنها مش عارف إيه، إنها وزنها زايد، إن كذا، وكتبت لي كلمة خطيرة. قالت لي أنا عارفة إن أنا تخينة وكسلانة، بس يعني أنا ما عندي ماليش الحق إني أكون زوجة سعيدة. فكانت إجابتي ليها معرفة المشكلة نصف الحل. أنا حياتي مش على درجة الجودة العالية اللي أنا نفسي فيها. ليه؟ لما أسأل ليه مهم جدا. وفي يعني حاجة تانية برضو كنا حتى بنعملها في البيزنس وممكن نعملها لنفسنا كمان، إن أنا أسأل ليه كذا مرة كذا مستوى. أنا علاقتي أنا وجوزي مضطربة، ليه؟ مش طايقين لبعض كلمة، ما ناخدش الإجابة كده وخلاص. ليه؟ علشان أنا بحب اليمين وهو بيحب الشمال. ليه؟ علشان كذا. ونسأل ليه كذا مرة، لماذا 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 لماذا، لغاية ما أوصل بيسموها الروت كوز. يس. حتى لو رسمناها بيبقى عاملة زي السمكة، زي هيكل السمكة. يا سلفيش بوينت. من كتر ما احنا قاعدين عمالين بنطلع أسهم، إن ده بيؤدي لده وده بيؤدي لده وده بيؤدي لده. لما أوصل بقى للسبب الرئيسي إن حياتي في هذا الجانب فيها مشكلة، هنا بقى أقدر أحط الهدف. يا مثلا هو احنا للاسف بنيجي بنطلع بنيجي بنحكي اذا عرف السبب بطل العجب، بس ما احنا اوريدي ما بنكون عرفنا السبب خلص. مثلا
بنسأل عن سبب المشكلة وبنكتفي بالليفل الأول من سبب المشكلة، بس هذا السبب أكيد إله root causes، أكيد إله أسباب جذرية، بدنا نحلل مثل ما قالت، نمشي بالفايف فايز، نمشي بالليفلز لتحت لتحت لنلقى السبب الحقيقي للمشكلة. لأنك أنت ممكن تفكري حالك مثلا الكيس اللي طرحتيها حنان، مثلا إنها بتقول مثلا هي حياتها بتدمر، ممكن حطت لأنها تخينة مثلا مثلا طيب ليش أنت تخينة؟ بدي أسأل، طب ليش أنا تخينة؟ هل أنا عندي مرض؟ ما عندي مرض؟ هل شهيتي مرتفعة؟ هل أنا ما بتحكم بأكلي؟ طب إذا أنا لقيت حالي ما بتحرك، طب ليش ما بتحرك؟ هل أنا مريضة؟ هل بسبب شغلي؟ هل بسبب وجود الأطفال في حياتي؟ لقيتي السبب، قررتي شو السبب؟ طب ليش وجود لقيتي إنه السبب هو وجود الأطفال، إنك بتضلك في البيت طول الوقت بتعتني فيهم؟ طب ليش أنا أضلني طول الوقت معهم؟ ليش ما أخذهم على الحديقة مثلاً؟ ليش ما بطلع فيهم؟ هل مثلاً بسبب ظروف معينة ما بتحكمني، ولا أنا مختارة؟ فأنت كل ما مشيتي رحت لي أصلاً الأسباب أسهل إنك أنت تتعاملي معها، فأنت بتحلي السبب من جذوره. وأصلاً عملية البحث هذه deep investigation والتحليل هذا هو بيعطيكي طاقة إيجابية، لأنك أنت قاعدة بتشتغلي على حالك، فأنت بتكوني مبسوطة إنه أنت بتحاولي تكتشفي أشياء في حالك، فأنت بتكتشفي في أشياء معينة رح يطلع معاكي من هون جانب ومن هون جانب مضيء ومن هون جانب مضيء، رح تلقي إنه حياتك فيها كتير جوانب مضيئة وأنت بس شايفة الظلمة، مع إنه الظلمة هاي سببها بسيط جدا، انت مش ما قادره تتعامل ما قدرتي تفهمي، بس بلشتي تحللي فهمتي ولقيتي سهل وبسهوله بتتيسر امورك وبتلقي الجواب، بتحطي هدفك وان شاء الله بتحطي خطتك وبتمشي معنا ان شاء الله. من ضمن الحاجات برضو المهمه جدا جدا واحنا بنقيم جوده حياتنا في الوقت ده، ان احنا نفهم مخاوفنا. انا بخاف من ايه؟ على سبيل المثال انا بخاف من الضوائق الماليه، لما اعرف ان هذا خوف في حياتي اقدر احط هدف ان انا ازاي اتعامل مع الامر ده بحيث ان انا ما ادخلش في ضوائق ماليه، ان انا هحوش مبلغ معين مثلا. خايف من ان انا افقد وظيفتي، طيب ليه خايف انك تفقد وظيفتي؟ اصل علاقتي مضطربه بالمدير بتاعي. علاقتك مضطربه بالمدير بتاعك ليه؟ اصل هو مستقصدني. مفيش حاجه اسمها كده. ايه توقعات المدير منك؟ هل انت بتنفذ هذه التوقعات ولا لا؟ ونكون صادقين مع انفسنا وموضوعية. عشان كده مهم جدا جدا حكاية ان احنا اللي هي الريفلكشن اللي انت قلتي عليه، احنا مش هنكتب الكلام ده ونوريه لحد، ده بيننا وبين نفسنا. مثلا انا بخاف من نقد الاخرين ليا، الناس هتقول عليا ايه؟ ابتدي ادور ايه سبب الخوف ده في حياتي؟ ليه انا بخاف من كلام الناس؟ ليه انا بخاف من اراء الناس؟ هل اتحطيت في مواقف مثلا وما قدرتش ارد؟ ما يمكن ده مهارة انا مفتقدها، فابتدي احط ان من اهدافي ان انا اتعلم مهارة معينة، ان انا اثق في نفسي مثلا، ان انا اتعلم جودة الرد على الاخرين. الامور دي كلها مهمة جدا، ان احنا علشان نقيم جودة حياتنا نحن نفكر احنا بنخاف من ايه. يعني حنان انت كمان دخلتي حنان سوري انت دخلتي هلا بسوات اناليسز، دخلتي بالمخاوف، دخلتي بالثريت؟ لا ما دخلتش في التهديدات. دي كلها لسه حاجات جوايا، لسه يعني حاجات جوايا انا. ويكنسز ولا ويكنسز؟ ولا ويكنسز نو مخاوف، بس مخاوف. مخاوف حطاها لوحدها. في اي مرحلة من مراحل التقييم احنا بنبدأ نشعر بهذه المخاوف؟ في مرحلة سوات اناليسيس، في ما قبل سوات اناليسيس؟ لسه ما دخلناش في السوات اناليسيس. لسه ما دخلناش في السوات اناليسيس. اوكي، تقييم الذات، قيمت بالضبط. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بتعرفني نفسي اني افكر انا بخاف من ايه، وايه الحاجات اللي بتحطني تحت ضغط او بتؤرقني. ايوه، قبل ما ادخل بقى في السوات اناليسز اللي هي نقاط القوه ونقاط الضعف اللي فيه، الخوف مش نقطه ضعف، لا، عشان كده انا ما حطيتوش من ضمن نقاط الضعف. الخوف او المخاوف هي لوحدها،
من ضمن مثلا الحاجات التانية اللي برضو محتاجين نفكر فيها، ايه اللي بيحطني تحت اجهاد عصبي؟ مثلا من ضمن الحاجات مثلا كثرة الاعباء الاسرية مثلا او الاعباء المنزلية. طيب دي تحطيها تحت نقاط قوة ولا نقاط ضعف ولا تهديدات ولا ايه بالظبط؟ هي شيء عوامل خارجية، بيؤرقني، لكن بنفس الوقت لكنها هي مش تريدز يعني. يا لكن هي مش حاجة هتعوقني أو حاجة، لكن أنا بعمل الأعباء وكل حاجة وبشتغل والكلام ده كله، لكن ده عامل لي توتر. فإحنا في مرحلة إن إحنا نعرف ذاتنا، إن إحنا نسأل أنفسنا أسئلة كتير. أنا بخاف من إيه؟ إيه اللي بيؤرقني؟ إيه اللي بيحطني تحت ضعف، تحت جهد؟ من ضمن الحاجات مثلاً أنا بخجل من إيه؟ إيه الحاجات اللي لما بتحصل بشعر بالخجل، بالكسوف، بشعر بان انا ان ممكن يكون في زعزعه كده في وضعي، ايه اللي بخجل منه؟ طيب انا مثلا حنان، اذا بدي امشي على طريقتي، فانا ممكن احط انه من الويكنس تبعاتي انه الخجل، وبعدين لما احلل الخجل باجي بسال ليش وليش ومن، يعني ممكن بصير احلل في موضوع الخوف. مثلا اذا انا عندي مثلا من ممكن اعتبرها ثريتس او ويكنس عندي مثلا اللي هو ضغط العائلي او الاجهاد الزايد، وبعدين اصير احلل فيها داخلي. فهو في النهايه مثلا هم كليتهم ممكن تولز انت تقدري تعد شو هي الاشياء اللي بدك اياها واللي ما بدك اياها. شو تولز معبه في الانترنت؟ تولز كثير، في عندنا تولز اونلاين كثير، في طرق انت تقدري تفهمي فيها نفسك، في حتى اسسمنتس اونلاين اللي هو تقييم اونلاين تقدري تدخلي فيه، ومتعددين كثير، حتى بيجوكم على الفيسبوك لينكات بقول لك انت مثلا قيس مستوى ذكائك كذا، قيس مستوى الخوف عندك قيس كذا. فكل واحد هو يستخدم الطريقه اللي هو شايف انها مناسبه له. في النهايه الهدف انه نوصل احنا شو بدنا، هذا هو اللي نعرف شو بدنا. بشرى بتسال شو هو الموضوع لو سمحته. الموضوع تبعنا اليوم نحكي بثلاث اشياء، اللي هو اول تقييم جوده الحياه، ورح نحكي عن عجله الحياه، ورح نحكي رح نخلص بسوات اناليسز. ندخل على سوات اناليسز حنان، ولا بدك تحكي شوي عن عجله الحياه؟ ندخل على عجلة الحياة، ويمكن طبعا الناس اللي شافوا الفيديوهات وشافوا التمرين اللي أنا حطيته، عجلة الحياة هو تمثيل لجوانب حياتنا على إنها عجلة دايرة، وبنقيم كل جانب من هذه الجوانب. في طبعا ناس بتحط حاجات محددة وأساسية، في ناس يعني الخبراء اللي عملوا التمرين ده بيحطوا جوانب محددة أساسية، في خبراء تانيين بيقولك انت حدد الجوانب المختلفة اللي هتحطها، في ناس ممكن تحط لغاية 16 حاجة في حياتهم، في ناس تقول لك لا ما تزودش عن 8 علشان ما يعني ما تزودش الامور الكتيره قوي. لكن هي في النهايه سواء لو ما عملناش حتى عجله الحياه بالشكل التمرين اللي احنا نشرناه على الجروب، ان احنا ندي رقم من 0 ل 10 لكل جانب من جوانب حياتي. يعني على سبيل المثال انا مثلا حددت ان مثلا الامان المالي مهم جدا، من 0 ل 10 انا حاسس قد ايه بالراحه والاستقرار المالي. مثلا المتعه والترفيه، ان يكون في ترفيه في حياتي، من 0 ل 10 قد ايه. مثلا علاقتي باصدقائي، علاقتي بزوجي، علاقتي باولادي، وادي رقم من 0 ل 10 لكل جانب من هذه الجوانب. ده هينبهني للجوانب اللي انا محتاجه اهتم بيها، وأفكر تاني وإن أنا أعيد ابتكار نفسي في هذا الجانب. لكن برضو ما أهملش الجوانب الكويسة. افرض مثلا اديت لشغلي مثلا 9، دي حاجة كويسة قوي. نفكر بقى إيه الحاجات اللي ممكناني من إن أنا جودة حياتي في هذا الجانب كويسة عشان أستمر عليها وأفضل ماشي
عليها. أيوة غفران بتقول حطوا لنا لينك عشان السلف أسسمنت. أوكي بعد الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله. سواء أنا أو المهندس حنان بنحط لكم بعد السلف أسسمنت. وكمان هذه دعوة لكم يا بنات، بنقولكم اعملوا ريفليكشن. سو ادخلوا أونلاين جوجل عجلة الحياة أو لايف ويل ذا ويل أوف ذا لايف، وراح تشوفوا ادخلوا على ايمجز على صور وشوفوا قديش في عجلات، قديش الناس مقسمينها كل والفيديو اللي انا حطيته فيه امثله، حتى انا حاطه عجله أيوة. حياتي انا الحقيقيه، يعني التمرين انا عملته أوكي. بنفسي وحطيته. طيب اوكي كمان وبتقدروا تدخلوا اونلاين يعني وتشوفوا اللي بناسبكم. في النهايه عجله الحياه هي الجوانب المختلفة في حياتنا، نقيمها نشوف قديش إحنا ماشيين فيها، قديش هي مهمة إلنا، قديش ممكن نتطور فيها. في إذا وصلنا للتوازن في العجلة، أنا بحب دائما لما أعمل تمرين عجلة الحياة أستاذ حنان بأخذه معي مطبوع، بأخذه معي مطبوع وبخليهم بكون عندي من مقياس من 0 to 10. وفي النهاية بس يحطوا مثلا يلونوا الجانب المالي، الجانب الاجتماعي، الجانب كذا، بنقولهم قصوه، فبنقصه بنقص مثلا لستة هنا، لثمانية، لسبعة، وبالأخير بقولهم يلا مشوا. شوفوا العجلة ما رح تمشي ليه، لأنه في جانب طاغي على جانب ثاني. العجلة عشان تمشي يكون فيها توازن، يكون فيها والفيديو اللي نزل فيه دواء وفي صور من عجلات حياة حقيقية محطوطة بتاعت ناس، حطيت عجلة الحياة بتاعتي أنا محطوطة، وكمان نزلت النموذج فاضي أيوة. على الجروب بحيث ان هم ممكن ياخدوا الصورة ويطبعوها ويعملوها. لكن انا بشكل ابسط حتى من غير ما, ما, ما يعني ما نكلكع الامور عليهم، ببساطة ندي رقم من 0 to 10 لكل جانب من جوانب حياتي، واشوف الجانب اللي ناقص قوي ده، وابتدي بقى احلل واسأل نفسي ليه الامر ده مش ماشي، ليه العلاقة دي مضطربة، وفاكرين ليه، لماذا 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 لماذا، لغاية ما احس اني وصلت للسبب الحقيقي. السبب الحقيقي ده هو اللي هيفتح عيني على مفروض علي اعمل ايه. يعني ببساطة هدف. طيب اوكي ننتقل لانه الوقت ضاق علينا احنا. ندخل بقى على السوات اناليسز، على السوات اناليسز، وندخل في التطبيق العملي لسوات اناليسز على المستوى الشخصي. حنان تفضلي. السوات اناليسز هو جاي بدايته من بيئة الاعمال، لكن الخبراء خدوه لان احنا كنا بنخلي كل موظف يعمله لنفسه، فايه اللي يمنع ان احنا نستخدمه كمان في حياتنا الخاصه؟ نقاط القوة الشخصية، أنا دلوقتي بفكر في نفسي، هي الصفات أو الأمور اللي في نفسي اللي بعتبرها داعم لنجاحي، اللي هتمكنني من النجاح، زي التصميم، زي الإصرار، زي مثلا طبيعتي التحليلية إني بفكر، زي مثلا مشاعري إن أنا بحس بالآخرين، زي تفكيري الإيجابي، زي مثلا مهاراتي، مهارات معينة. أنا ست بيت شاطرة، دي نقطة قوة شخصية. أنا بعرف أتكلم كويس، أنا بعرف أعبر عن رأيي، أنا بأجيد مثلا الكمبيوتر في برامج معينة. أفكر بقى في جميع الجوانب اللي أنا حددتها لنفسي من المرة اللي فاتت اللي هي سميناها ركائز الحياة، وأفكر إيه نقاط القوة الشخصية اللي بتمكنني من النجاح في كل الجوانب دي. النقطة الثانية هي الويكنسز، هي نقاط الضعف، هي برضو نفس الأمر، هي السمات اللي ربما تعوقنا عن تحقيق أهدافنا. وكل إنسان على وجه الأرض عنده نقاط ضعف، فده أمر طبيعي. ولما بننظر لنقاط الضعف، إحنا مش عايزين ثقتنا في نفسنا تتضعضع ولا حاجة، إحنا عايزين نفهم. زي مثلا أنا نقطة ضعفي المزاجية، إن أنا مزاجي متقلب، أبتدي أسأل ليه أنا مزاجي متقلب. التبذير، ليه أنا مبذرة،
ايه اللي انا اقدر اعمله عشان اتلافى التبذير، حاجات مثلا في الشغل بتاعي، حاجات في علاقتي مع الاخرين، كل الامور دي برضو نحصرها ونكتبها. يبقى عندنا عمود اسمه نقاط القوة وعمود تاني اسمه نقاط الضعف. ده كله انا ببص لنفسي. ابتدي بقى ابص للبيئة اللي حواليا اللي انا عايشة فيها، ايه الفرص اللي متاحة، فرص النجاح اللي حنان بس أأكد على اللي قلتيه. سو حنان اللي بتقوله انه strength والweaknesses اللي هم نقاط القوة ونقاط الضعف تنبع من داخلنا، هي في نفسنا. فأول شيء احنا بندرس حالنا، بنتحلل نفسنا، شو نقاط القوة ونقاط الضعف اللي بتخصنا احنا. هلأ حنان حتنتقل للبيئة الخارجية، للمؤثرات الخارجية اللي بتأثر على حياتنا وعلى علاقاتنا، على مستقبلنا وعلى خططنا. تفضلي حنان. العمود الأولاني هو الفرص الخارجية. إيه فرص التقدم اللي موجودة في البيئة بتاعتي اللي أنا موجودة فيها دلوقتي؟ إيه فرص التحسين، سواء في حياتي المهنية، سواء في علاقاتي، سواء في جوازي، في حياتي الأسرية، في ظروفي المالية؟ إيه الفرص المتاحة اللي أقدر أغتنمها؟ زي ما في فرص في تهديدات أو في تحديات، مخاطر أو تحديات برضو موجودة في البيئة اللي أنا عايشة فيها وبتسببها عوامل خارجية زي ما قالت صفا، هي بقى اللي ممكن تقلل فرص نجاحي أو تمنعني من النجاح أو تعوق مسيرتي أو تعوقني من أن أنا أحقق حاجة معينة. زي مثلا شخصيات مثلا موجودة حواليا، أو مثلا جابوا أجهزة جديدة في المصنع أو في المكان، أو مثلا الحكومة عملت قوانين معينة على المجال الشخصي، ممكن علي. أصدقاء غير جيدين موجودين في حياتي. قلت ناس إذا إحنا بنشتغل على المستوى الشخصي، ممكن في عندك فرصة قوية جدا إذا كانت صديقتك إنسانة ناجحة، إنك أنت تكون هذه من المؤثرات الإيجابية في حياتك ومن نقاط الأوبرتونيتيز اللي أنت ممكن تستفيدي منها. لإحنا شوفوا كلمة الكلمة صعبة إحنا بنستخدمها دائما، نحكي الأوبرتونيتيز، إحنا we exploit الأوبرتونيتيز، تفسيرها بالعربي اللي هو استغلال أو قنص الفرص. أيوة ممكن الكلمة شوية صعبة علينا، لكن هي فعليا هيك، هذه إشي إيجابي الاستفادة، إنه في فرص حوالينا، يعني في حوالينا الاستفادة من الفرص. أيوة نشوف الفرص اللي حوالينا، والتهديدات إن نحاول نحضر حالنا كيف نتعامل مع هذه التهديدات. إذا بدنا نحكي على أبسط مستوى في الفرص والتهديدات، هم الأصدقاء الجيدين والأصدقاء السلبيين، البوزيتيف بيبول اللي حوالينا والناس النيجاتيف. فأنت ممكن إذا في وحدة بوزيتيف حواليك تعطيك طاقة إيجابية لما تشوفيها، فممكن هذه الشخص تساعدك كثير بتحقيق أهدافك. مجرد ضحكتها في وجهك ممكن تعطيكي طاقة إيجابية وبتخليكي تشتغلي على حالك أكثر. وفي ناس لا، سلبيين، هدول الثريتس في حياتنا، هم تهديدات في حياتنا. إحنا ما بنقول دائما إحنا لازم نتخلص من الثريتس، لأن الثريتس هي عوامل خارجية، مش إحنا الكنترول تبعنا، مش دائما بنقدر نعمل كنترول. إحنا بنقدر نعمل كنترول للسترينكس والويكنسز تبعتنا إن نشتغل عليهم، لكن العوامل الخارجية إحنا بنفهمهم، بنقدر نعمل عليهم يعني كنترول، بس ما بنقدر نلغيهم من حياتنا. ما هو ده بقى يدخلنا، ده يدخلنا يعني التفكير اللي احنا عملناه ده كله يدخلنا فيما يسمى باستراتيجيات الحياة. أيوة. انا هدير حياتي ازاي لما استغل الفرص او استفيد من الفرص بنقاط قوتي، يعني استخدم نقاط قوتي عشان استفيد من الفرص المتاحه ليا، دي اسمها استراتيجيات نمو، حاجات تخليني ازدهر، حياتي تزدهر. والله انا بعرف مثلا اشتغل على برنامج معين وفي فرصه معينه موجوده في البيئه في المجتمع اللي حوالين او على الانترنت اقدر اقدم فيها بالمهاره اللي عندي، بقت نمو، استراتيجيات نمو. ابتدي اقارن بين الاثنين، اخد برضو الفرص الخارجية دي واشوف نقاط ضعفي، ايه النقاط الضعف اللي فيا اللي مش ممكناني من استغلال الفرص دي، ايه الاستراتيجيات اللي اقدر اعملها عشان احقق استقرار في حياتي. كمان برضو استراتيجيات التعامل مع المخاطر،
ما هو في تهديدات، ما احنا قلنا في تحديات. هعمل ايه في هذه التحديات باستخدام اللي انا عندي، اللي هي نقاط القوة اللي عندي، او ازاي نقاط ضعفي دي ممكن تخليني عرضة لهذه التحديات اكتر واكتر. التحليل اللي احنا بنعمله ده والكلام العام اللي احنا بنقوله ده، مفروض كل واحدة فينا تبتدي تمسك ورقة وقلم وتفكر وتكتب مع نفسها ايه اللي انا اقدر اعمله عشان انمو، ايه اللي اقدر اعمله عشان اعمل استقرار في حياتي، ايه اللي اقدر اعمله عشان اتجنب او اخفف من تأثير التهديدات او المخاطر اللي موجودة في حياتي. وما رح تعرفي قيمة هاي التهديدات أو قيمة هاي الفرص إلا فعلياً إذا حللتيها وحطتيها على ورقة وكتبتيها بورقة وقلم. جيبوا ورقة أسموها أربع مربعات. بالضبط. اثنين حطوا strength weaknesses threats and opportunities، نقاط قوة نقاط ضعف، فرص وتهديدات. حطي أي إشي بخطر على بالك، علقيها على الثلاجة، وكل ما يجي على بالك شغلة قوية أنت فيها، والله أنا بعرف أطبخ هاي الشغلة كويس، حطيها. انا كثير شاطره في الماركتينج، انا الحساب عندي شاطر، حطي نقاط القوه تبعك، نقاط الضعف، انا بستحي كثير، انا ضعيفه بحق نفسي، انا مش معطي وقت لنفسي، عندي مشكله في التايم مانجمنت. حطي الويكنسز تبعاتك وحطي الاوبورتونيتيز اللي حواليك. وقاعده بتتصفحي بالفيسبوك لقيتي انه معروض برنامج اونلاين في منطقتك او منطقه قريبه منك بخصوص شغله انت بتحبيها، اوبورتونيتي انك تحضريها. اذا ما كتبتيها رح تنسيها، حتى لو حطيتي انترستد على الفيسبوك وقلتي انا رح احضرها تنزل رح تنسيها. انا اكثر وحده بتحط انترستد وجوينج وكذا، اذا فعليا انا ما سيفتها على الكالندر عندي وما اجانيش نوتيفيكيشن بنسى. ما احنا كليتنا عندنا مشاغل كتير في حياتنا، احنا حنان الوقت داهمنا وبدنا نطلع بنرجع بنأكد شو هي او بنعيد شو هي المواضيع اللي طرحناها اليوم. حكينا شوية عن جودة الحياة، شو هي جودة الحياة، وكل إنسان هو القادر على تقييم جودة حياته بناء على معطيات حياته وبناء على أولويات حياته. بعدين انتقلت الأستاذة حنان لموضوع عجلة الحياة، ونحاول أن يكون عندنا توازن في عجلة الحياة وجوانب الحياة، في تقسيمات مختلفة جدا لجوانب الحياة، شوفي التقسيم اللي بناسبك. ارجع إلى الفيديو اللي عرضته أستاذة حنان في الجروب، فيه نموذج بتقدر تعبيه، بتقدر تشتغلي عليه. أنا هنزل النماذج دي تاني، أنا هنزل أيوة. يعني لكل المتابعين هنزل الحاجات دي تاني، ايوه عشان ما تقولوا نحن بنغلطكم. حبيتي نماذج حنان اشتغلي عليها، ما حبيتي نماذج حنان عندك الجوجل بحره عريض. احنا ما بنقول ان احنا جايبين نووي وحاطين لكم اياه هون ومختلف، فبتحبوا تشتغلوا على نماذج ثاني. احنا هدفنا في النهايه هو التغيير وهو التطوير وهو التقدم. طبقي النموذج اللي بناسبك. اخر خطوه، اخر موضوع حكينا فيه اليوم اللي هو موضوع السوات اناليسيس، نحلل نقاط القوه، نحلل نقاط الضعف، الفرص والتهديدات اللي احنا بنتعرض لها في حياتنا. اهم نقطه في الموضوع نكون صادقين مع انفسنا، هل احنا بدنا نتغير، هل احنا عن جد بدنا ننجح، ولا احنا بدنا نضلنا دائما اما تابعين، بدنا خلص نشوف الناس شو بتشتغل ونشتغل معاهم. اذا ونقيم انفسنا بموضوعيه، الموضوعية وبأونستي، ونكون صادقين مع نفسنا وما نجلد ذاتنا على فكرة. لا أنا بدون جلد الذات، لا لا ايوه بدون جلد الذات. كل الناس عندهم نقاط ضعف، هاي من قلكم عندنا نقاط ضعف. انا بس كل فترة ونأكد على نقطة مهمة جدا جدا جدا، حنان حكتها في البداية وبنرجع بنأكدها، هذه العملية هي عملية مستمرة متغيرة بتغير الظروف. يعني انت قعدتي السنة الماضية في كورس ليدرشيب مع جمعية معينة وعملتي سوات اناليسيس، ما تقولي انا عملته وخلص. كل فترة بتستجد علينا ظروف، بتطلع تهديدات في السوق، بتطلع فرص بالسوق، انت نفسيا بتنسي نقاط معينة، بتصيري تنسي لغة، ممكن تنسي مهارة معينة، ممكن تتطوري في مهارة معينة، في نقاط القوة والضعف تبعتك ممكن تتغير، ممكن التوازن تبعها يختلف شوي. فالعملية مستمرة. خلي في وقت إلك، مين أغلى عليكي من نفسك؟ انك انت تشتغلي على حالك وتقدمي لنفسك ربع ساعة يومياً تقعدي فيها مع حالك، تقيمي حياتك وتحطي في حياتك خطط وتراجعي شو كتبتي مبارح. اعطي حالك ربع ساعة كل يوم تكتبي شو أهدافك اليوم، شو عملت اليوم، شو ما عملت اليوم، شو حابة أتطور، شو حابة أعمل لحالي. ما حدا يجي يقول لي ما في وقت. أنا أكتر إشي لا في وقت، إحنا بنضيع وقت كتير جداً.
ايوه ما في وقت، تيجي تحكي لك ما في وقت، ما في وقت، الوقت موجود. لا لانه زي ما انا قادر امسك الوقت انت بتقدر تمسكي الوقت. ستات تطلعوا على الناجحين في مجتمعنا، بدي احكي بس مجتمع كيتشنر واترلو، شوفوا السيدات النماذج اللي احنا بنتعامل معهم، او حتى رجال النماذج، معظمهم متزوجين عندهم اطفال وبدرسوا اولادهم وبدرسوا بناتهم، والستات هم وبيدش وبيعملوا جروشري وبوصلوا أولادهم، بيجيبوا أولادهم، بيطلعوا بالويك إند رحلات، ومع ذلك عندهم نشاطات اجتماعية وعندهم نشاطات تطوعية وعندهم سمول بيزنسز أحيانا. فاللي بده يخلق الوقت، اللي بده يستخدم الوقت يستخدمه عشان جماعة. والله في النهاية حابين الأفضل، حابين الأفضل، كل تطور بيصير بينعكس على حياتنا كمجتمع، كليتنا نتطور إيجابيا. لما تتطور حنان أنا بحس حالي تطورت. ما بتنبسطوا لما تشوفوا حدا ناجح مثلا؟ أنا كتير بنبسط بس أشوف أي سيدة عربية أو رجل عربي أو رجل من أصدقائي كندي أو سيدة كندية من أصدقائي من بيئتي من الكوميونيتي تبعي، سواء بيئة العمل أو من بيئة الاجتماعية أو من بيئة التطوع، قاعد بنجح. بتكيفي، بصير تقولي أنا بدي أصير مثله، ممكن أصير زيه. في نقطة مهمة قالتها منى دلوقتي، أنا عارفة إن الوقت أزف، بس اللي هي المحبطين، هي تقصد المحبطين. ما هو لما أبقى عارف نفسي وعارف أهدافي هيكون عندي القوة الداخلية اللي تخليني أواجه المحبطين، والمحبطين دول تحطوهم تحت التهديدات. مين الأشخاص اللي موجودين في حياتك اللي بيحبطوك؟ هذه حياتك، إحنا بنقول حياتك ملكك انت، انت حره انك تخليها ملك للاخرين او ملك لنفسك. ونيفر يا منى، نيفر يا منى تسمعي للمحبطين. انا بحكي لك عن تجربتي الشخصيه، لو انا بدي اسمع للمحبطين وللضغوط اللي بتمر عليك كان ما بتتحركي. ليش تطلعي؟ حتى على مستوى اولادك ممكن احيانا يعطوك شعور بالاحباط، ليش يا ماما بتعملي هيك وليش يا ماما بتعملي هيك. اعز الناس اليك، اقرب الناس اليك ممكن يحكوا لك انت شو بدك تستفيدي من هاي الشغله، شو بدك تعملي من هاي الشغله. فشو بصير عندك؟ بتكني وبترجع بتقولي لا خلص بديش اعمل، بدل ليش انا امشي في هذا الموضوع. كل ما كنتي قويه من الداخل وشفتي ناس ايجابيين، حاولي. انه بالحلقه الاولى حكت استاذه حنان عن مصاصين الطاقه، حاولي تبعدي عن مصاصين الطاقة، خليكي مع الإيجابيين يا منى. اللي بحاول يحبطك خليكي صريحة وقوية. هذه روحك، هذا بيتك، هذا مستقبلك. إيش بدك تستفيدي من المحبطة هذه أو من المحبط اللي حواليك؟ اللي في نقطة كمان أنا هاخد كلام الشخص المحبط ده بموضوعية وحلله، يمكن أستفيد من كلامه حاجة. لو استفدت منه حاجة خير وبركة، لو ما استفدتش منه حاجة خلاص كلامه اتقال خلاص. أحيانا شو بيصير؟ إنه ممكن هذا الكلام المحبط اللي وصلك ممكن يكون حقيقة على فكرة فيكي مش غلط، فأنت تتقبليه. فإحنا بنحاول نوصل لمرحلة إنه نتقبل أنفسنا، accept ourselves with our strength and our weaknesses. فأنا قاعد بغششكم التب تبعي لبكرة، accept yourself with your flaws and with your weaknesses. نتقبل نفسنا، ما في انسان بيرفكت، لا الشخص اللي بيحبطك بيرفكت ولا انت بيرفكت. فانت لما تتلقي اي انتقاد قبل ما تجاوبي على الانتقاد تعاملي مع الموضوع جدا بموضوعيه، حللي هل انتقادها صحيح او انتقاده صحيح، هل هو في مكانه، وين انا من هذا الانتقاد، وين انا فعليا من هاي النوعي، من هذه الفئه اللي هو بيحكي ان انا منها. حللي نفسك، اذا فعليا لقيتي حالك عن جد هو كلامه صحيح، ممكن على فكره يكون صادق معاك. ممكن يديني هنت ايه اللي انا محتاجه اشتغل على نفسي فيه. ايوه ممكن نقطه عمياء في حياتك انت مش شايفتيها، فهو انا نبهك لها، فانت عرفتي انه هاي نقطه ضعف عندك. It's an area of improvement. هي نقاط للتحسين. أما إذا أنت متأكدة إنها مش عندك وأنت very confident إنه هاي نقطة الضعف مش عندك، فزي ما قالت لك حنان، كلام في الهواء، دخل من هون بيطلع من هون. أنا إنساني قوية، ما بقدر أو ما بسمح لأي حدا يحدد طريقي ويحدد أهدافي، خاصة إنه أنا حاطة أهدافي. لما تكوني مهمة قوي منى بتقول هي مش بتلغي مخططات لكن بتأجل. ليه بقى؟ لأن لو الهدف بتاعك، الخطة بتاعتك دي مش ليها إطار زمني، ملهاش إطار زمني، بقت مجرد حلم طاير في الهواء. اللي بيخلي الخطط قابلة للتنفيذ إن إحنا نحط لها إطار زمني. لما أحدد مثلاً إن في مهارة معينة محتاج أشتغل عليها،
ودي يمكن هنتكلم عليها المرة الجاية لما نيجي نتكلم على الموارد الحرجة. هحط لها تايم، هحط لها زمن معين، بحلول هذا التاريخ هكون حققت وعملت كذا، وقبل التاريخ ده بقى يجي كل يوم هشتغل كذا 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 كذا. شكرا لك حنان. حنان قبل ما نطلع بس بدي احب اكد على نقطه مهمه جدا كنت حكيتيها بالحلقه الاولى وشفت لك فيديو عليها، انه احنا نحاول انه نحيط نفسنا ببيئه داعمه وانه يكون حوالينا ناس ايجابيين، نظام الدعم. وانا بصراحه بعتز كثير كثير بالبيئه اللي حوالينا، بعتز بصديقاتي، بعتز بالناس الايجابيين اللي حوالي. وعلى فكره يعني قديش انتم بتفكروا بساطة المتابعة وانك تتابعي وتحطي تعليق او تحطي لايك، انه شغلة بسيطة ممكن تفكريها، بس انا بالنسبة لي بعتبرها دعم قوي. مشان هيك انا دائما برنامج، اي برنامج بطلع فيه بحب احيي الناس اللي شاركونا، بحب اقول لهم الف شكرا. دعاء الاقهار بتقول عن انه نقطة مهمة حبيبتي حنان، استفاد من الكلام المحبط للطلوع للاعلى واعتبره دافع قوي حتى اصعد وابني سلم للنجاح. وسيري يا دعاء ولا يهمك كلام المحبطين وتوكلي على الله، والإحباط ممكن يكون ظروف مثل ما قلنا لك، حلليه هل هو ثريت ولا opportunities يا منى، حلليه. أنا جيتك قريب حاعد معك، حعمل سوات، أنا لسز معك شخصيا ونقعد مع بعض. شكرا لكم عن جد، شكرا كثير لحبيبتي وفاء ابو سير بتتابعنا من الاردن، شكرا كثير لمنى، شكرا كثير لدعاء، لاكمل عويضه، لجمان الصباح، لاي حدا بتابعنا، لاي حدا بيكون معنا، غفران، ما بدي انسى حدا، بس انا بحب عن جد البرامج اللي انا بطلع فيها عاده كصفاء، بعرف ايش حنان، بحب انا لما اطلع الجمهور تبعي ممكن يكون سبريد يعني اراوند، بس بحب انه دائما لما اكون بحكي من القلب للقلب اكون شايف صحباتي قدامي، وانا كمان برضه بحس ان انا شايفه الناس وهم بيكلمونا وكاتبين لنا تعليقات وتفاعل يا انا بحس حالي قاعده مع منى، قاعده اكمل قدامي، دعاء قدامي، قاعدين بنحكي وبنتحاور. وجودكم انا حتى اللي انا ما اعرفهمش كثير انا بحترمها، تتعرفي عليهم. احنا اغلب المشاركين عندنا يا حنان هم حبايبنا واهلنا واصحابنا، ممتدين على وفاء، هي معنا كانت بواترلو هلا. لا انا في ناس اعرفها، اللي اقصده ان حتى لو في حد بيتفرج علينا انا شخصيا ما اعرفوش، انا بحبه لانه استقطع من وقته هذه السويعات او الساعه عشان يسمع وانه يستفيد وانه يعلق وانه يكتب بالعكس يعني، وده يحسسنا بالتأثير الحلو المتبادل ما بيننا وبينكم يعني. أيوة، ده شيء رائع وجودكم. وانا كمان والله يا دعاء سعيدة جدا جدا. أيوة دعاء حبيبي دعاء، ان شاء الله بيروح الكوفيد وبنلتقي كليتنا ان شاء الله. ان شاء الله هي كتير 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 من القلب، من السعودية، من وسط الخبر للغالية على قلبي أميرة عيد أم حمزة، اشتقت لك كتير 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 أميرة منورني ياس أميرة الغالية على قلبي. ازيك يا أميرة؟ عسولتنا هاي حنان بتقول لك ازيك يا أميرة حبيبتي أميرة، ربنا يجمعنا فيك على أحسن الأحوال. من الأردن الدكتورة هبة الزبن حياكي الله، نورتينا وشرفتينا. وجودكم كلكم حوالينا هو الدعم، هو الطاقة الإيجابية، هو السعادة اللي عن جد بتحسسنا إنه نضل وإنه نستمر. واجبنا تجاه بعض إن نشجع بعض ونلتقي مع بعض. أحسنتي دعاء، stronger together. احنا نيفر انه يعني اذا انا ما دعمت حنان وما دعمت دعاء ودعاء ما دعمتني ودعاء ما وحنان ما دعمتني، اذا كليتنا ما وقفنا مع بعض مين اللي بده يدعمنا؟ فانا بدعمك وفاء في شغله معينه، تدعميني حنان في شغله معينه، هذه مش بالضبط. انها مش سلبيات، بالعكس هذا هو احنا موجودين تكافل يا جماعه. نحن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وجعكم هو وجعنا، بنفس الوقت سعادتكم هي سعادتنا. طولنا عليكم الإفطار، أنا الحمد لله مفطرة وهلأ بروح أتسحر. شكرا لرنا مصلح على القهوة الطيبة، كتير كتير شكرا. أنا من أول رمضان كل يوم معزومة والحمد لله. يوم في ضيافة أحد من أصدقائنا بيت ضياء بدير وزوجته رنا،
ومستخدمة غرفتهم والنت تبعهم. غلبتهم، شكرا لهم، بحب اشكرهم على الهواء. شكرا لك حنان، شكرا لاسماء على استضافتنا. بنات معنا كمان اسبوعين، نلقاكم بعد اسبوعين ان شاء الله. ان شاء الله في مهاره اخرى من مهارات التخطيط ان شاء الله. انتظرونا ومع السلامه. ورمضان كريم. رمضان مبارك علينا وعليكم. الى اللقاء. اللهم امين. اللهم امين. مع السلامه. مع السلامه.